السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. كيفكم شباب؟ وياك أخوكم محمد من قناة دبل أو سوين حمودي. يا شباب، أنا خلاص بالنسبة للفيلم الباتمان جاهز عندي إن شاء الله بإذن الله. يعني راح تكون الفيلم تقريبا ثلث ساعة، يعني حتى في جزء واحد ما حتى في جزئين يعني. لكن الفيلم ما شاء الله، يعني مو أمدح نفسي، لا، فيلم صراحة أنا تعبت عليه كثير. يعني انا لو اعطيه تقييم بالنسبة لي انا من الباقي الافلام فاعطيه 10 من 10، لاني والله قسما بالله اني تعبت كثير، اجلس كل يوم ساعات متواصلة. يعني الحين تقريبا صار لي اسبوعين واكثر وانا جالس اصمم الفيلم، ان شاء الله راح يعجبكم كثير. لكن انا يا شباب اتمنى حاجة واحدة فقط، يعني في اليوتيوب كلها اتمنى يوم من الايام يصل الفيديو حقي للصفحة الرئيسية، فانا ما اقدر اساعد نفسي، انتوا اللي بتساعدوني تقدرون تعبي، انا اتعب لكم، كل تعب هذه لكم انتو. فانا اطلب منكم طلب اليوم، اول مرة اطلب منكم شيء. يعني الحين الحمد لله عندي تقريبا 4200 مشترك الحمد لله. لكن يا شباب انا اليوم ابغى منكم وعد للجميع، يعني كلام موجه للجميع، لجميع المشتركين اللي عندي. انا ان شاء الله راح ارفع الفيلم يوم الخميس، زين، وانا ابغى اوصل الفيديو هذا الى الصفحة الرئيسية ان شاء الله راح اوصله، انتم ما راح تقصرون معي ادري. ابغى منكم الكل يشوف الفيلم يضيف الفيلم يضيف او يضيف المقطع الى المفضلة، يعني يعمل له فاوريت ولايك، مفضلة ولايك لازم يا شباب. انا ما اعرف شروط كيف نوصل الفيديو الى الصفحة الرئيسية، لكن اذا اي واحد منكم عنده خلفية ويعرف كم مفضلة وكم لايك راح يوصل الفيديو للصفحة الرئيسية علموني. وأبغى أجمع تقريبا على الأقل 300 واحد يعني يوعدوني إنهم راح يضيفون المقطع المفضلة. أنا ما راح أرفع الفيلم إلين ما حصل على الأقل 300 شخص بيساعدني، يعني اللي يبي يساعدني ويعمل له فاورت لايك للفيلم باتمان الجاي يكتب في الكومنت تحت، يكتب تم او ان شاء الله مفضلة وكذا، وانا معاك اي شيء. المهم انا راح احسب او راح اعد اول ما احصل على 300 ان شاء الله، اتمنى يعني احصل قبل يوم الخميس. وتكفون يا شباب لا تكسرون معي، ابغى فقط لايك وفيوريت، يعني انا اسبوعين تعبت اسبوعين، لكن انتو فقط يعني ثواني منك فيوريت اهم شيء، المفضل اهم شيء مفضلة ولايك. واللي مشغول يدخل على القناة فقط يشوف الفيلم نزل يوم الخميس يعمل له فيفورت ولايك، وان شاء الله اذا حصلت على 300 واكثر مفضلة خلال 24 ساعة من رفع الفيلم ان شاء الله راح يكون في الصفحة الرئيسية، واكون شاكر لكم وكذا بيجيني حماس كذا راح اجيب افلام احلى من كذا، يعني بيكون في حماس، فهمت؟ يعني في اشخاص، في ناس يبغون يشوفون افلام جدد. الحين انا يعني مثلا اجلس اسبوعين اصمم العب واصمم اكتب سيناريو اجيب القصة اجيب شخصيات واتعب واصمم، بعدها اروح سوني فيغاس او افتر افكتس واضبط هناك الامور اجيب مؤثرات الكلام والترجمة، يعني تخريب ام الراس، فهمت شلون؟ بعدها الرندر ياخذ ساعات، واخر شيء رفع الفيلم ياخذ وقت كثير، اخر شيء 1000 مشاهدة او 500 مشاهدة في اليوم، ما يعني كذا احس ان التعب راح ضاع، يعني ضاع راح الفاضي. فتكفون يا شباب ابي اكثر من 300 واحد بيساعدني عشان اكمل القناة، ولا ترى يمكن افكر اني راح اترك القناة لان ما حد مقدر تعبي. بالاخير اللي عنده اللي يعرف شروط كيف نوصل كم مفضلة وكيف يرسل لي رسالة خاص او بالكومنت تحت هنا، ان شاء الله راح ارد عليكم، ومع السلامة.